لا غنى عنها. بالنسبة للطفل، أنا كأم تحميني مستقبلي إن شاء الله لا سمح الله من سرطان الثدي يا بناتي، والرحم والمبارك. الطفل قدر الإمكان رضاعة طبيعية، وخاصة أول 3 أيام حديث ولادة ممرض، أول يعني أو أول ربع ساعة من الولادة، وراح يرضع الطفل حيسهل لي نزول المشيمة اللي هي الجارة، حيسهل لي بعدين سبحان الله قدر الإمكان أنه طفلي إذا رضع حالي 3 أيام هذا الإلبا مادة الصمغة الأنسية الأمهات العامية، إذا رضعها الطفل سبحان الله حيعطيني حماية، حماية لمدة 6 أشهر من الأمراض لا سمح الله، خاصة أمراض الإسهالات، الإسهالات قاتلة. اليوم مستشفى الأطفال 3/4 الأطفال بالصيف من يجوا مصابين ربعهم يموتون بسبب الإسهال، هذا الإسهال من يجي؟ لا تقولوا لي عقب المنمى، لو تخليه هي طبيبة خلها تروحها بالمنمى وبالإسهال. فحبيباتي يفضل يفضل رب العالمين قال والمرضعات يرضع عنا اولادنا من حولين كاملين، هو هذا حق من الرضاعه، ليش انا قدر الامكان انا اذا تقولي لي حبيبه هذا اللي هو ميت